أكيد كلنا سمعنا عن البطل الخارق هالك، الإنسان العادي اللي فجأة تحول لوحش أخضر ضخم ومدمر. وعلى الرغم إن هالك كان مجرد شخصية أسطورية في فيلم خيال علمي، ولكننا في الحقيقة عندنا هالك تاني ضمن سلالات الكلاب محدش يعرف عنه حاجة. أهلا بيكم، أنا محمد جابر، والنهاردة هكلمكم عن الكلب هالك، الوحش المدمر وأضخم كلب بيتبول في العالم. اتعرف كلب البيتبول في العموم كأخطر وأشرس الكلاب في العالم. عنده عضلات ضخمة ممكن تكون أضخم من عضلاتك أنت شخصيا، وبيتصدر دايما قائمة أعلى حالات العض والإصابة للبشر في كل أنحاء العالم. كلب شرس جدا وكل الكلاب بتعمله ألف حساب، ولكننا النهاردة مش هنتكلم عن أي كلب بيتبول عادي. النهاردة هنتكلم عن عملاق سلالة البيتبول، واللي أكيد عمرك ما هتشوف أي كلب بيتبول في نفس قوته. الكلب هالك صفاته الجسدية بتفوق كل كلاب البيتبول، وزنه بيوصل لـ80 كيلو جرام، يعني 3 أضعاف وزن كلب البيتبول العادي، وده لأن وزن كلب البيتبول العادي بيوصل لحوالي 30 كيلو جرام تقريبا. بتعود ملكية الكلب هالك للمقاتل مارلون. مارلون كان لاعب ملاكمة سابق وأنهى مسيرته في الملاكمة بسبب إصابة في إيده، وتفرغ لتربية الكلاب وبدأ بمزرعة كلاب صغيرة بتحتوي على كلبين فقط. مارلون كان هدفه في البداية ان المزرعة تكبر والكلاب تبدأ في التناسل، وبعد ما يتناسلوا يبدأ يبيع الجراوي الصغيرة ويعيش هو وعيلته من دخلهم. ولحسن حظه بعد فترة قليلة اتفاجئ بنمو الكلب هالك بشكل غير طبيعي، وفجأة اصبح مارلون هو صاحب اشهر واضخم كلب بيتبول في العالم. فك الكلب هالك قوي ومدمر جدا، وممكن لو هجم على اي انسان يخترق جسمه بانيابه بكل سهولة. وبعد ما نشر مارلون أول فيديوهات تعريفية عن الكلب، بدأ يجيله عروض كتير بملايين الدولارات مقابل إنه يبيع الكلب ده، ولكنه رفض وقال إن هالك أصبح من أفراد الأسرة، وقال كمان إنه عمره ما هيفكر يبيعه مهما اتعرض عليه من أموال. هالك بعد شهرته بقى بيدخل لعيلته مئات الآلاف من الدولارات سنويا، بينتج كل سنة من 8 ل 10 جراوي تقريبا، وبيتباعوا كلهم في نهاية السنة بأسعار مرتفعة جدا. آخر 8 جراوي أنجبهم هالك اتقدرت قيمتهم بـ800 ألف دولار، يعني أكتر من 12 مليون جنيه مصري، وبيرجع سعرهم المرتفع لأن في احتمالية أن أي جرو فيهم لما يكبر يبقى في نفس قوة الكلب هالك. وكان أعلن مارلون مؤخرا في بيان صحفي عن مفاجأة ما كانتش متوقعة، قال أن في كلب من الـ8 اللي أنجبهم هالك بيتميز بقدرات خاصة. الكلب ده اسمه كوبي، وغالبا لما هيكبر هياخد الشهرة من أبوه هالك. وأضاف مارلون وقال إنه هيستمر في تطوير سلالة الكلب هالك، وده لغاية ما يحصل على كلب أضخم وأقوى منه. وعلى الرغم من ضخامة الكلب هالك وقوته الشديدة، ولكن مارلون دايما بيقول إنه كلب طيب وودود جدا مع كل أفراد الأسرة، وبيقول كمان إن الإعلام هو السبب في تشويه سمعة كلاب البيتبول، وإن كل الشراسة والأذى اللي بيحصل للبشر بسببهم بيكون يا إما بسبب سوء تدريبهم أو إهمالهم بدون تدريب، وإن هالك ممكن يكون شرس ولكن عند الضرورة. وقال إنه بدأ في تدريب هالك من صغره على طاعة الأوامر وحراسة الأسرة. أنا بصراحة مش قادر أقتنع إن الكلب ده ممكن يكون طيب أو ودود إطلاقا، ولكن هما اللي قالوا الكلام ده على مسؤوليتهم. هالك بيتم إطعامه يوميا ما يقرب من الـ2 كيلو جرام من اللحم، وده بالإضافة للدراي فود والتطعيمات اللي بيحصل عليها باستمرار. كلب محتاج ميزانية لوحده يعني، ده غير ان كل فترة كان بيصطحب مارلون الكلب هالك للطبيب عشان يطمن على صحته. يا ترى لو شفت الكلب هالك في الشارع ممكن تحس بايه؟ هستناكم تقولولي رأيكم تحت في التعليقات، وهستناكم تقولولي كمان لو في سلالة كلاب معينة حابين نتكلم عنها في حلقاتنا الجاية. اما بقى لو اول مرة تشرفونا، فياريت ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات على الكل، وده عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة اول باول. وما تنسوش كمان تعملوا إعجاب بالحلقة وشير ليها مع أصدقائكم. كان معاكم محمد جابر، وأشوفكم الحلقة الجاية.